روح بقى في المكان اللي انت فيه مليون حزب دلوقتي تقدر تشترك فيه ضد مع موافقين، لكن الجامعه دي معموله الهدف. فطبعا لازم 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 يتفصل. ممكن بقى يبقى في بقى بعد كده لو هم فعلا حسوا بندم، لانه في شباب كتير مغيب. وبعدين انا الحقيقه برضو بلوم الاهالي. الاهالي لازم كمان يسيطروا على اولادهم اكتر من كده. لازم يفهموا الجامعه دي ايه، لازم يفهموا مستقبله ده ايه. ما هو ده مستقبله ضاع، ده هيعمل ايه بعد ما يتفصل، هيعمل ايه؟ طب احنا ليه بنعمل كده؟ وبعدين مش وقته، في فرق. اختيار الوقت يا سحر مهم قوي، حتى في القرارات اختيار الوقت مهم. يعني حتى على سبيل حاجه صغيره، الست بتقول لك ايه، الراجل يقول لك الست نكديه، ما هي مش مختاره الوقت الصح اللي تنكد فيه على جوزها. تستنى لما يروح كده ويهدى ويتغدى، ما انت تنكد عليه. صحيح. مش اول ما يدخل تنكد. اختيار الوقت مناسب مهم طبعا. مهم. اختيار الوقت اختيار. وبعدين احنا بالنسبه بعد اذنك منظومه التعليم في مصر، احنا ما عندناش انتماء لبلدنا من واحنا صغيرين، من واحنا اطفال. ها المدارس الاجنبيه اللي موجوده في مصر، انت ما عندكيش السلام الجمهوري، انت ما عندكيش، ولادك ما يعرفوش ايه السلام الجمهوري واحترام العلم وتحيه العلم. الردود انه اصل دي مدارس اجنبيه ودي ارض اجنبيه، فلا مش ارض اجنبيه، دي ارض مصريه مليون في الميه. احيي العلم بتاع المدرسه سواء انجليزي او امريكاني ولا كندي ولا اي حاجه، احييه، لكن تحيه العلم المصري مهمه. زي ما انا بحترمك وبتقدرني، انت لازم تحترمني وتقدرني. فده لازم. اللغه العربيه مهمه جدا جدا جدا، انها لازم تدرس في اوكي. الاجانب ممكن نديهم استثناءات ان هم مش عايز يدرس لغه عربيه، اوكي مش مشكله، لكن المصري لازم يدرس لغه عربيه. ما ينفعش ان انا عندي شاب مصري وما ما بيتهته في العربي، ما ينفعش. فلازم تحيه العلم ده يبقى امر لكل المدارس، تحيه العلم المصري ضروري ضروري ضروري. هي كمان المنظومه التعليميه في مصر يعني حدث ولا حرج. عايزه شغل 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 من هنا للسنه الجايه. لا بس انا بتكلم على حته التربيه الوطنيه. الانتماء للبلد نفسها، انه دي بلدي وده عالمي وانا بحب العالم ده. يعني هي كده، ما هي حته حته حته، طوبه على طوبه اكيد. لكن يبقى واحد عالم وما عندوش، عشان كده انا لقيت شباب كتير بيقعدوا يشتموا في مصر، ما فيش حته الانتماء.